صباح اليوم اجى الطيران المروحة، طبعا اقلع الطيران من حماة، ضرب عنا في الضيعة تقريبا شيء 6 براميل او 6 ألغام، صار في عنا كثير دمار، صار في عنا 4 شهداء وعدد كبير من الاصابات. طبعا اجوا شباب الدفاع المدني اسعفوا المصابين على المشافي القريبة من المنطقة، ولحد هي مثل ما بتشوفوا في دمار كبير، والاهالي في عندهم حالة من الفزع وحالة من المخاوف.